تسعى واشنطن اليوم لأن تقيم مكان الأسد الذي حرس حدود الكيان الصهيوني بإخلاص نظاما آخر يبدد ثورتكم وجهادكم في حكم يتبع أمريكا ويرعى مصالح إسرائيل ويمنح الأمة بعضا من الحريات. كانت تباشير الوحدة ولم الشمل وتوحيد الصف تشع بسناها من فوق ذرى أفغانستان، وبارك الله تلك الجهود الخيرة التي بذلها المخلصون من أبناء هذه الأمة بوحدة جماعتي القاعدة والجهاد.